جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. من الخرطوم في السودان المستمع محمد يوسف محمد بعث برساله وضمنها جمعا من الاسئله، في احدها يسال ويقول: هل تزيين المراه في يوم عرسها بشعر صناعي هل ذلك جائز او لا؟ هذا غير جائز، وهو من الوصل المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته او فعل بها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصله والمستوصل. والواصله هي التي تصل شعرها بشعر غيره، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك أن يفعل بها. هذا أمر لا يجوز لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها. نعم.